نازح من 2016، اعتقل الوالد ب 2016، هذا السبب خلاني اترك الدراسة من ايام الابتدائي، والتفتت لسوق العمل بسبب انه ما ضل في معيل بالعائلة غيري، وبسبب الشغل ما قدرت اني ادخل مدرسة بسبب الوقت، ضيق الوقت، فما قدرت اني ادخل مدرسة، فدرست التاسع بشكل حر، وما قدرت ادرس لا 10 ولا 11 مشان العمل. بعدين هلا قدرت ادبر اني ادبر التعليم عن بعد، ادبر دورة عبر مبادرة مسارات. وقت الدروس دائما بيكون بشكل مسائي، ما في غير عندنا درس بعد الظهر، فهذا الدرس عم بحط سماعات وبدرس وانا بالشغل، يعني انا بالشغل بقدر اني اتابع الدرس. بعد ما سجلت فيها صراحة استفدت بنسبة كبيرة، طريقة الدروس كانت عن طريق بس مباشر، مو مثلا مثل على الواتس بيكون رسائل او على اليوتيوب او اي برنامج بيكون بس رسائل وانا برجع براجع الدرس، لا كانت طريقة بس مباشر اقدر اتواصل مع الاستاذ بشكل كامل مثل كأني بحضر يعني فيزيائيا. طموحي ان شاء الله اني اخلص بكالوريا وادخل كلية الهندسة المعلوماتية، انا بحب هذا الاختصاص بشكل كبير. نصيحتي لجميع الطلاب انه اللي تركوا دراستهم بسبب التهجير، بسبب الانشغال بالعمل او غيره، انه يرجعوا للدراسة ويكملوا حلمهم.